وكانوا يتفرغون في هذا الشهر كما أسلفنا للعبادة، ويتقللون من أعمال الدنيا، وكانوا يوفرون الوقت للجلوس في بيوت الله عز وجل، ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ويحضرون المصاحف ويتدارسون كتاب الله عز وجل، كانوا يحفظون أوقاته من الضياع، ما كانوا يهملون أو يفرطون كما عليه حال الكثير اليوم، بل كانوا يحفظون أوقاته الليل في القيام والنهار في الصيام وتلاوة القرآن وذكر الله وأعمال الخير، ما كانوا يفرطون في دقيقة منه أو في لحظة منه إلا ويقدمون فيها عملا صالحا.